لعيبه كانوا اسماء في اوروبا وما كملوش 31 سنه او 30 سنه وانهوا حياتهم مثلا، ومع ان كانوا يعني مكسرين الدنيا. فقدره اللاعب والعوامل كلها اللي احنا قلناها دلوقتي هي سبب نجاح اللاعب اللي هيستمر في اوروبا. والفكره ان اللاعب اصلا ليه ما يستحملش يعني؟ ده لا ده دي ده ده قدره بشريه. لا لا ده ده قدره في الشخص نفسه. ايوه. اولا البيئه. التعلم. عظيم. تمام. الهدف اللي عايز يوصل له. طموحه عايز يبقى فين؟ شخصيته برضه. شخصيته هل هو شخصيه مرنه وعايز يعافر في الدنيا عشان يوصل لنفسه ولا لا؟ ولا نفسه قصير؟ صلاح يا كابتن يا استاذ جمال كان مسافر معهوش لغه. صلاح والنني. والنني انا لازم احط الاثنين مع بعض لان الاثنين عملوا تاريخ. الناس دي مسافره ما عندهاش لغه. يعني في ناس تقول لك انا احس مثلا انا حد معهوش لغه. ما عندهاش لغه؟ مسافر. وتعليم متوسط. بالظبط. برضه دي تفرق. تمام؟ ولكن عندهم اللي اقوى من كده. عندهم الطموح وعندهم الاصرار وعندهم العزيمه وعندهم ان هم عايزين يبقوا حاجه وعندهم الرغبه في صنع تاريخ. ده كل العوامل خارجه عن الملعب. يعني صح. مش داخل مش الملعب. كل حاجه الملعب. لا 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 الملعب ده مهارات بالذات في حته الاحتراف. شوفي، عايزه لاعب محترف لابد ان هو يمتلك العناصر اللي تساعده على البقاء في الاحتراف، مش الاحتراف. لان الاستمرار في الاحتراف اهم من انك انت تحترف. ما هو كل اللعيبه ممكن تحترف. العروض يعني بسم الله ما شاء الله، والكره المصريه يعني عامله يعني محمد صلاح عمل لها ارضيه كويسه. بالظبط. لكن القدره على الاستمرار هو ده العامل الاساسي في اي لاعب. فعشان كده احنا عايزين يعني نقول للاعيبه خاصه الناشئين يعني كي يعني جهز نفسك. ابني نفسك، اتعلم، ادرس لغه، شوف اللاعيبه المحترفه بتعمل ايه، حاول تطور من نفسك. عصبيه بلاش. طور من نفسك فنيا، وطور من نفسك سلوكيا، وطور من نفسك بيئيا، وطور من نفسك اخلاقيا، وكل لان ده كلها عوامل مساعده للاستمرار في الملاعب. وانك تبقى يعني الناس كلها قدوتها، وكل معظم اللعيبه والاطفال والناس قدوتها محمد صلاح. طبعا يعني انا حط قدامك فعلا هدف. شوفي، الناس كلها بتتكلم على محمد النني. صح. وان هو عمل ايه في الارسنال ومش عارف ايه، ومحمد النني من اكتر اللعيبه اللي ادوا في الملعب. ولكن هو يعني ما عندوش القدره ان هو يتكلم عن نفسه. هو مساله اعلاميا ما عندوش تواصل. فدي السبب اللي مخلي محمد النني بعيد عن الاضواء شويه. لكن هو كلاعب، لا، لاعب مؤثر. لو عايزين نعرف مؤثر ازاي، وعايزين نعرف قيمته في الدوري الانجليزي، وعايزين نعرف مكانته، يشوفوا الوداع اللي حصل ليه من جماهير الارسنال من اسبوعين ثلاثه. وداع يليق بمحمد النني ويليق بتاني. لاعب بصراحه محترم جدا، وهتشوفيه مدرب محترم جدا، وهتشوفيه صاحب نادي اوروبي. اول مصري يبقى صاحب نادي اوروبي عمله وانشاه من الصفر. اللعيبه دي يا استاذ جمال لما سافرت عقليتها اختلفت بالتاكيد. يعني سافروا صغيرين. عندهم تصميم، عندهم عزيمه، عندهم اصرار، عندهم اصرار على عدم الرجوع كمان.